لا بد من تتبع الروايات، يعني كحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ذكر حديث الشفاعة في الصحيحين، فيخرج الله عز وجل قوما لم يعملوا خيرا قط. فبعض الناس يعني وهم المرجئة هم يقولون إن الإيمان قول واعتقاد بلا عمل لهذا الحديث، وهذا الحديث له كلام لأهل العلم طويل. منهم من حمله على حالة العذر فيما لو أن الإنسان أسلم ولم يتمكن من العمل فمات، مثل أصير بن عبد الأشهر أسلم في المعركة وقتل، أو على حالة دروس الإسلام كما عند ابن ماجه يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، فلا تعرف صلاة ولا زكاة، فيقولون لا إله إلا الله، أدركنا أبانا على هذه الكلمة فنحن نقولها. مثل هؤلاء في حالة يعذرون فيها، فيحمل الحديث لم يعملوا خيرا قط على أمثال هؤلاء وهو العذر. وقيل لم يعملوا خيرا قط باعتبار أنه نفي للعمل لعدم كماله مع أنهم عملوه، مثل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمسيء في صلاته صلي فإنك لم تصلي، نفى عنه الصلاة مع أنه صلى. وذكر العلماء أقوالا، لكن فيما يبدو لي بعد التأمل مع قوة ما ذهب إليه ولا سيما في حال العذر في الوجهين الأوليين، تأملت الروايات، وهذا من باب سياق ذكر هذا الحديث، فتأملت هذا الحديث وما جاء فيه من روايات. في رواية مسلم قال صلى الله عليه وسلم: يعرفهم أهل الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. وهذه فيها إشكال تزيد الإشكال الآخر، فتحمل هذه الرواية حتى يزول الإشكال أن المعرفة واقعة ممن؟ من أهل الجنة، فهم يعرفونهم في الدنيا بغير العمل الذي كان يعمله أهل الجنة، هم يعملون لكن بغير عمل عملوه ولا خير قدموه، باعتبار العمل الذي كان يعمله أهل الجنة بأن هؤلاء لم يعملوا مثلهم في الدنيا من الأعمال الكثيرة. عند أحمد فيقول الله عز وجل: أنا أخرج برحمتي وعلمي، قال أنا الآن أخرج برحمتي وعلمي. إذن النصوص المتواترة وهو اتفاق أهل السنة والجماعة أن العمل لابد منه في الإيمان، بل هو إيمان، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عند البخاري لما سئل أي العمل أفضل قال: إيمان بالله ورسوله. فدل هذا على أن العمل إيمان. الله عز وجل سمى الصلاة إيمانا: وما كان الله ليضيع إيمانكم، مما يدل على أنها من الإيمان، من أركان الإيمان، لأن الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عند مسلم على أحد الأقوال في شرح الحديث: الطهور شطر الإيمان، يعني شطر الصلاة، يسمى الصلاة إيمانا. الله عز وجل قال: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. جملة كبيرة من العلماء كما قال البخاري رحمه الله، بل قال: باب من قال العمل هو الإيمان. قال جملة من العلماء قالوا إنهم يسألون عن لا إله إلا الله. فقوله صلى الله عليه وآله وسلم عن الله عز وجل عند أحمد: وأنا الآن أخرج برحمتي وبعلمي، إذن الذي نعلمه مما أطلعنا الله عز وجل عليه في الكتاب وفي السنة أن العمل داخل في الإيمان. إذن هؤلاء نقول هذا مما استأثر الله بعلمه في شأن هؤلاء، فلا ندخل عقولنا ولا نقول إن العمل ليس داخلا بالإيمان. ثم مما يؤكد أن هؤلاء هم العصاة من المؤمنين وليسوا كفارا، لأن النصوص الأخرى تبين أنه لا بد من العمل، أنه قال في ضمن السياق لما قالوا: يا ربنا إخواننا يصلون معنا ويحجون معنا فيشفعون، ما الذي قال؟ قال: فيشفع الملائكة والنبيون والمؤمنون ولم يبق إلا شفاعتي. دل على أنها في نفس السياق، شفاعة في ماذا؟ في هؤلاء العصاة من المؤمنين يخرجهم الله عز وجل. فيتبع النصوص والتأمل فيها وفي الروايات، هذه تخرج الإنسان
من إشكاليات، وخصوصا في الأصول. يعني عندك أصل وأتاك دليل يخرجك عن هذا، فلا ترمي بأصلك الذي أخذته من العلماء السابقين ومن أهل السنة والجماعة، لا تتزعزع في هذا الأصل. ما أتى من نص تمهل، تمعن، انظر، اسأل أهل العلم الراسخين حتى يستبين لك الأمر. فانتبه، كفائدة لك كطالب علم تتبع الروايات على حسب وسعك، ولا سيما فيما يكون هناك إشكال. إذا وجد إشكال أو أريد أن يزعزع أصل عندك من الأصول فانتبه، عندك أصل وعندك نصوص كثيرة، ما أتي وأخرج عن هذا الأصل الذي مقرر عند أهل السنة والجماعة من أجل حديث. فتتبع النصوص والتأمل فيها وفي الروايات، هذه تخرج الإنسان من إشكاليات.